وصلنا لفقرتنا الطبية، وموضوعنا اليوم كتير مهم وكتير يمكن كلنا عم نمرق فيها هي المرحلة، هي التهاب القصبات عند الأطفال. رح نحكي عنا أكثر، خاصة هلأ بتغيير الجو على المدارس. يعني خلينا نحكي أكثر عن إنفلونزا وعن الأطفال، كيف فينا نحن نقيهم من الأمراض، مع الدكتورة رشا دغستاني اختصاص أطفال. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نعرف ونتعرف أكثر على التهاب القصبات عند الأطفال. الحقيقة هو مثل ما ذكرتي انه هلا الموسم الشائع ووقت الذروة بفصل الشتاء، وانه ينصاب الاطفال خصوصي بهذا الشيء. هلا بشكل ادق هو حينصابوا بالتهاب القصيبات الشعرية، لانه عادة كبنية تشريحية للرئتين عند الاطفال بنعرف القصبات بتتشعب لقصيبات ادق بتنتهي بالاسناخ الرئوية. فلما بيصيب الطفل، وعادة الاصابة بتكون فيروسية والاشيع هو الار اس في فيروس، فعادة بيصير حالة التهابية بتزيد المفرزات وبتتشنج هاي القصبات، فبتتسكر هاي القصيبات الصغيرة اللي قطرة أدق، القصيبات الشعرية اللي هي أصغر. فهون بتسبب لنا مشكلة كتير كبيرة عند الطفل لما أنه بتتسد وبتتعبى بالمفرزات والقشع البلغم اللي نحنا مثل ما بنعرف. فهالشي حيسبب صعوبة بالتنفس عند الطفل والتبادل الغازي، ورح تظهر عنا بقى الأعراض الثانية اللي حتشكو منها أكيد الأم مثل ما كلنا بنعرف. ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة هي شيء أساسي ممكن، وممكن تجي بدون حرارة يعني. السعال عرض كتير مميز ومهم عند الطفل، بصير مثل خرة بالصدر عند الأطفال. تمام، ممكن تشعر فيها الأم لما تحمل طفلة، مثل ما قلتي الخرة، صوت الوزيز، في شغلات نحن بنسمعهم بالسماعة بشكل أدق بالفحص الطبي، ومثل ما ذكرت في شيء الأم فورا رح تلاحظه. كمان في عرض مهم إذا انتبهت الأم له، اللي هو إنه الطفل ما ببطل إنه يشرب أو ياكل. هاي الشيء المميز اللي بتجي فيه على العيادة بيكون بالأعمار الصغيرة اللي 6 شهور، الأعمارهم يعني تحت السنة، هدول اللي شوي مخيفين. لكن ابني بطل يرضع، ابني بطل يأكل. فهذا الشيء طبعا لما بيظهر عند الطفل دليل على شيء معين، اللي هو شو الزلة التنفسية، يعني صار عنده شو تسرع التنفس زيادة بعدد مرات تنفس، وصار في ضيق تنفس وسحب بين الأضلاع. فهالشيء عم يمنعه حتى أنه يقدر يوازن بين يعني الرضاعة والتنفس، فبتلاقي الطفل بيبطل بهذا الشيء. فنحن بنخاف من هذا الوضع تحديدا، انه يفوت الطفل بغير موضوع المشكله التنفسيه، انه موضوع التجفاف بقى. وبالعاده بقى الاعراض الثانيه المعروفه مثل ما ذكرنا، الحراره، السعال، ضيق التنفس. ممكن تلاحظ انه الطفل اذا كان بالاعمار الاكبر اللي بيعبر عن انه هو بتلاقي ما في خمول، في كسل عنده للطفل. فعادة هي الأعراض الشائعة بالتهاب القصبات. تمام دكتورة، نحن بنلاحظ يعني كل الأمهات هن دكاترة، كل الأمهات هن، وخاصة إذا عندهم ولدين أو ثلاثة، هن بصيروا بيعالجوا خبراتهم السابقة تماما، وحافظين كل أنواع الأدوية وإذا تغير اسمه وإذا لا. خلينا نحكي، يمكن إذا حست الأم إنه الولد عم يسعل أو فيه نتفة حرارة أو عم يشق أسنانه أو شيء من التنفس، إن كان التهاب قصبات أو بداية، نحن بنروح فورا على دواء الالتهاب. خلينا نحكي هي المعالجة هي ما صارت غلط هلأ بوقتنا؟ هلأ حكينا كتير وعملنا كتير توعية لهذا الموضوع، اللي هو الاستخدام العشوائي والخاطئ، لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية أنه هو غالبيته فيروسي، ولا يمنع أنه في إصابات بكتيرية بالتهاب القصبات، ممكن الجراثيم تسببه، لكن الغالبية عم تكون فيروسية. فنحن بدنا نكون حذرين بإعطاء المعالجة. شو الأضرار يلي طبعا هلأ أول ضرر هو التعنيد على العلاج، يعني الاستخدام العشوائي اللي وقت لازم ومو لازم، بصير وقت اللازم الجرثومة بتعند، بصير في مقاومة لها. هي أهم سبب. السبب الثاني أنه اللي بحكي كتير للأمهات، أنه لما بتعطي هذا الأنتيبيوتيك هو له أعراض جانبية تانية، يعني أهم عرض الشائع اللي هو الإسهال. فنحن مو شيء أنه مفيد أنه نحن نقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء ونفوت الطفل بإسهال ونعطيه أنتيبيوتيك وهو ماله بحاجة. فنحن ضروري أنه يكون في فحص، بالذات بموضوع السعال. كتير أمهات تليفون أنه أنا ابني عم يسعل وسعل
مسألته خفيفة، أنا شو أعطي؟ هنا بيفكروا إنه أنا شيء تاني إنه مشان جيبه لنا على العيادة، لا مو هيك الفكرة، الفكرة بالذات السعال لازم الفحص. ممكن يؤدي للوفاة التهاب القصبات عند طبعاً. الأطفال، خلينا نحكي إمتى الأم لازم تاخذ عن جد ابنها عند الطبيب وما تستخدم الأدوية براحتها بشكل يعني ضروري بشكل عشوائي. هلا هذا اللي ذكرناه انه هو ممكن يبلش مثل ما بيقولوا باعراض قريب وشي بسيط والام تفكر انه الامور تمام، لكن تتفاقم الحاله لالتهاب قصبات ومثل ما حكينا نوصل للمرحله اللي مثلا انه تنسد فيها القصبات يصير في صعوبه تنفس، فبالحاله اللي بنفوت فيها لا سمح الله بقصور تنفسي فشل تنفسي هون بده مشفى بده علاج، نضطر نحط اكسجين سوائل وريديه، نضطر انه لا سمح الله بالحالات الاشد انه يتنبه بالطفل وينحط على المنفس بينما تمرق هي الحالة الالتهابية. هلأ ذكرتي الحالة الخطرة، نحن في عنا عوامل خطورة طبعا الأطفال اللي تحت السنة واللي تحت الست شهور كمان لسه عامل خطورة أعلى، لأن هدول بنيتهم التشريحية لسه قصيباتهم أصغر، مناعتهم لسه ما اكتملت. كمان في حالات الأطفال اللي بالأساس عندهم أمراض مزمنة، داء ليفي كيسي بالأساس، عندهم أمراض قلبية يعني عندهم فتحات بالقلب، يعني عندهم بالأساس مشاكل تانية بالإضافة لهي المشكلة فهن عامل خطر. فالأطفال اللي عندهم نقص مناعة بالأساس هدول عامل خطر، يعني هن نسميهم عوامل كمان. خداج الخدش عوامل خطر كمان. كيف ممكن تفرق الام بين الربو انه احيانا بتجيهم هن حالات الربو السعالي كثير وبين التهاب القصبات الحاد؟ كيف تماما سؤالك حلو. التهاب القصيبات الشعري تحديدا يقلد باعراضه واصغائياته حتى سماعيا بالسماعه طبيا تقلد الربو، فنحن تحت السنه ما بنقول للام ربو ولا يشخص انه ربو، فوق السنه اذا تكررت هي الحاله اللي هي التهاب القصيبات اكثر من مره بالسنه فنحن صنف انه ربو. تمام. فالفكره هو التكرار كمان اللي هو التاريخ المرضي للطفل وللاهل، لانه هو العامل الوراثي كثير كبير انه يكون الطفل اذا في بنيه تحسسيه او احد الاقارب او الاهل سته للولد او كذا عندهم ربو فانه الاحتمال الكبير الطفل انه ينصاب بهالشيء، والطفل اللي عنده بنيه تحسسيه بالاساس يعني هو عنده التهاب جلد تاتبي فهو بالاساس عنده بنيه تحسسيه او تحسس اللي هو التحسس الجلدي فكثير مؤهب لانه يكون مرافق معه اللي هو التحسس الصدري وانه ينصاب بالربو. طب دكتوره حكينا عن الربو وكيف بنميز بين التهاب القصبات والربو، كيف بنميز بين التهاب القصبات وبين السعله التحسسيه؟ يعني كمان في مواسم بتكون مزبوط. تحسسيه او ما شرط بس بالشتاء، ممكن هلا بالربيع ممكن بالخريف او ممكن تمام. ممكن وممكن بالصيف ينصاب التحسسي. هلا التحسس عاده هلا انا مثلا بتحسس بالصيف اكثر من الشتاء. تمام هاي الفكره، التحسسي بيكون في له اعراض مميزة توقيته مثل ما ذكرتي. شغلة تانية بالإصغاء، نحن بالسمع الإصغائيات التهاب القصبات مختلفة والخراخر اللي بنسمعها والوزيز مختلف عن السعال التحسسي، بالإضافة لشغلة إنه التحسس فيه له شغلتين مميزتين اللي هو طول المدة، أول شيء بيقول لك صار لي شهر وشهرين أنا عم يرافقني هذا السعال، وهو سعال حتى ما بيكون انه عميق يعني خارج من القصبات، عادة بيكون تخريشي بسبب المفرزات الأنفية كثيرة، هو عادة بنسميه السبب الأساسي هو على فكرة التحسس الأنفي، يعني بيكون التهاب الأنف التحسسي بتزيد المفرزات بالبلعوم الأنفي بتخرش بتعمل هالسعال التخريشي. كمان شغله اللي هو ما في حراره، يعني عاده اللي بينصابوا بالتحسس ما بيكون مترافق معهم حراره لانه هي مو حاله التهابيه، هي حاله باليه ثانيه يعني لكن تقلد بموضوع الالتهابي. تمام دكتوره خلينا نحكي عن العلاج، كثير بنسمع من العلاجات الدوائيه اللي الستات بالمنازل بيعملوها لاطفالهم، خلينا نحكي على فائدتها برايك، وكمان شو ممكن تتصرف الام اذا واجه مثلا ابنها هي السعله القويه مثلا بالليل وما فيها تاخذه على الدكتور لبين ما تشوف طبيب، شو ممكن تتصرف برايك؟ هلا نحن تعطي ادويه هلا مو غلط انه نعطي هدول الاعشاب الطبيه بس باعمار معينه، يعني مو اكيد مو الاعمار الصغيره، يعني ممكن اللي هي شراب الزعتر الطبي ممكن ينعطى كزهورات لانه نحن اساسا بنحبذ انه نعطي سوائل للطفل، لكن في الاعمار اللي بالاشهر اكيد ما بنقدر نعطي. وحتى في شغله مهمه لازم ننبه عليها انه الاطفال اللي تحت السنه اساسا مضاد استطباب انه نعطي انه شيء يسكن السعال، احنا ما بدنا نسكنه، احنا بدنا اياه يسعل ويطلع المفرزات اللي بصدره.
تمام. حتى ممكن انصح الام انه تطبه شوي على بطنه وتدق على ظهره، هي بنسميها وضعيه تفجير بالوضعه، انه لحتى الطفل يتخشع ويطلع هاي المفرزات بالعكس ويرتاح بعدها. واذا قالت لي الام ابني آية بعدها كثير ممتاز، فهو طلع كل شيء حتى هي بتشوف هالشيء، تقول لي انه هو طالع اكثر شيء قشع وبلغم شافت بالاقياء عنده. فبالعكس نحن ضد في اعمار، مثل ما بقول لك اعمار معينه لا، نحن ما بدنا نسكن السعال. ممكن بالاعمار الاكبر انه مثل ما ذكرت، يعني هو ما له سحر ولا له علاج مثل ما بيقولوا شافي، ممكن ننصح كانه السوائل مفيده للحاله بالاساس. شغلة تانية ممكن بالبيت مثل ما ذكرنا وشيء مفيد، اللي هو موضوع انه البخار الماء، يعني نحاول انه يكون جو الغرفة رطب ما يكون كتير جاف، فانه ممكن يفيده بالتنفس. وضعية الجلوس للطفل كمان انه ممكن تفيده اكثر بموضوع التنفس، يعني وضعية الجلوس خصوصا بهي الحالة. طبعا لحد ما تراجع اقرب مشفى او اقرب طبيب لحتى انه نعالج الحالة، ويكون اذا كان مضطر لانه نحط اكسجين او ارزازات معينة انه نحن نعطيه للطفل. دكتورة قبل ما نختم معك، في سؤال هيك كتير لازم نحن نحكي فيه أو استفسار. خلينا نحكي عن المعطرات تبع الأرض، عن نحكي عن المنظفات تبع البيت، نحكي عن هلأ مثلا الغباير، هلأ غبرة مثلا غبرة السجاد بنفضى برا، وين لازم نفضى، وين حتحرد نوبة ربو ونوبة تحسس كتير هاي القصص، يعني نحكي عن هدول التفاصيل اللي احنا كتير بنستخدمهم بكترة، مفكرين انه خاصة هلأ بكورونا وهيك كلنا خايفين وكتير معقمات وهيك، هذا الشيء قديه بضر القصبات وقديه بضر الأطفال خاصة. طبعا هلا اكيد هدول الشغلات، وضيفي عليهم التدخين، التدخين كثير مضر، وما يقولوا لي انه نحن عم ندخن برا ما عم نخلي الطفل يشم، بس انه انت لما بترجع بتفوت على الغرفه هذا الدخان على الان فيك دخان السجاير، وحتى الام المدخنه لما بتحمل ابنها هو عم يستنشق، يعني هو مدخن سلبي. فاكيد مثل ما ذكرتي التدخين، المنظفات، ريحه القلي، قلي الزيت والابخره تبعه كمان هي مضره بهذا الموضوع. وحتى يفضل انه مثل ما يقولوا الوقايه خير من الف علاج، انه الوقايه افضل بهلا خصوصا بهذا الموسم، سواء لالتهاب القصبات او انه بموسم هلا الكورونا، انه يفضل الوقايه اللي كلنا بنعرفها اللي هو تغسيل الايدين، تعقيم الاسطح، ثقافه عامه نفهم الطفل انه ما ياخذ يستعمل اغراض رفيقه، ما يشرب من نفس الكاسه، يكون كل شيء خاص فيه، موضوع انه استعمال المناديل المحرم وقت العطاس السعال، هذا الشيء كثير محبذ هلا، مع طبعا اكيد لبس الكمامه هالشيء بنعرفه. بنرجع بناكد على التعقيم وتغسيل الايدين. هلا في وقايه على المدى البعيد انا بنصحها للامهات كلهم، اللي هو الرضاعه الطبيعيه. صراحة الطفل اللي بيرضع طبيعي مناعته اقوى، وحتى اصابته بهي الامراض التنفسية اقل. لازم لقديش؟ للسنة؟ للسنة هو الافضل طبعا، يعني انا حكيت قبل بمرة انه بيقولوا لي انه قديه الرينج، كانه محددين الامهات للسنه وما ما لها خلق عم بسمع انا 40 يوم انه مده كافيه 40 يوم لا مو كافيه لا اي حليب طبيعي اي حليب ثاني قال فيه كل الفيتامينات، يعني فهو انه فيها الوحده تستغني عن الرضاعه الطبيعيه. لا طبعا اكيد ما في، وحتى نفسهم شركات الحليب باول محاضراتهم وباول شيء بيحكوا انه نحن نحاكي الحليب الطبيعي للام ولا نصل اليه. تمام. يعني يحاكوه جدا، ولكن مثل ما قلت لك موضوع المناعة، نحن في أضداد تفرز بحليب الأم اللي هو الاي جي اي الإفرازي، موجودة بكمية عالية جدا بحليب الأم حتى أعلى من المصل، والطفل غير قادر إنه يكونها حتى للشهر الرابع أو السادس من عمره، وحتى لما بيكونها ما بيكونها بهالكمية والتركيز اللي موجود بحليب الأم. من عدا إنه مثلا لاحظ إنه مثلا الأم المصابة مثلا نقول بأي بكتيريا شيجيلا أو أي شيء معين، إنه بتلاقي عندها أضداد ضد هذا الشيء. يعني قديش حليب الام في هي القصص والمناعه والليزوزومات اللي بتساعد بمحاربه البكتيريا. فلهيك اكيد انا برايي البدايه الاساسيه بالرضاعه، الشغله الثانيه التغذيه، تغذية غذاء الطفل الصحي بيفرق والطبيعي. اكيد تماما، الطفل اللي غذائه تماما غذائه طبيعي وبياخذ الخضار والفواكه والشغلات الصحيه، اكيد مناعته اقوى من الطفل اللي اكله كله فاست فود واكلات طيبه. يعني اكيد شكرا لك دكتوره، شكرا لمعلوماتك القيمه، كل الامهات اللي تابعونا اليوم اكيد استفادوا ونحن كمان استفدنا من معلوماتك، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم دكتوره، شكرا لكم، صباحك ونهارك حلو. صباحكم.